احنا التمر خويا عندنا في وجدات التمر ديال الجزائر يدخل مزيان ولكن حاجه زينه، ولكن الثمن ديالها العام رخيص على العام اللي فات. ثمن مزيان والثمن مناسب، كاين ديال الدرويش، حنا كاملين طبقه شعبيه، كاين ثمن مناسب بالنسبه لاي طبقه، كاين الثمن ديالها يعني من 20 درهم حتى 12000. مثلا كتلقى راه السوق مجهول ديال التمر 12000، كاين المتداول عاوتاني بغى ياكل التمر ب 20 درهم، يعني مناسب للتكلفه ديال اي شخص. كنلاحظوا هذا العام كاين شويه ديال الفرق، انت كما كتشوف ما كاينش شي اقبال. كنرحبوا بالزبناء اللي بغى يجيب مرحبا به، معروف السوق شحال هذه، اللي بغى يجي مرحبا به عندنا. بغيت هذا الويدا هو محمد شاكر، مرحبا بكم. المغربيه يا زعما اللي شويه طلع شويه في الثمن، ما الخارجيه في اثمنه مناسبه بزاف، يعني اللي عاش قلب شي حاجه يلقاها ان شاء الله بحول الله. هو الحمد لله على كل حال، العام الثمنات موجوده، الخير موجود، الخير موجود، اللهم لك الحمد والشكر. هذا الشيء اللي كاين، كاين عاوتاني الكاموس ديال البلاد، عاوتاني شي حاجه، كاين التمر كاين الكاموس، شي حاجه عاوتاني ناريه ديال الجبل ديال المتيوى، احسن كريمسات، لا بالنسبه للماكله ولا بالنسبه للليكو ديالها ولا بالنسبه لكل. زيد مرحبا، زيد هانت، ها هي كدير 80 85 درهم للكيلو، كدير الثمن ديالها. كاين كريكات، كاين اللوز البلدي في ديالنا، كاين الزجلان، كاين تمنات على اشكال اشما قلتي تلقى ان شاء الله هنايا المارشي ديال المفتوح اللي في فواندو. العام الخير موجود لحنا، واللي بغى شي حاجه كيجي يلقاها، مجهول كاين، الشطبه كاينه، كل شيء كاين، بغى هاد البلاد كاينه، بغى ديال برا راها كاينه، الحمد لله راه غادي الامور كتحسن، ونطلبوا الله السلامه غير الاسعار ما تزيدش ترتفع وصافي، باش تبقى المواطن عاوتاني على قد الاستطاعه، عاوتاني كيدير اللي بغى عاوتاني. الاثمنه لم تتغير ابدا، انا تنجي باستمرار تقريبا مره في الشهر، الاثمنه لم تتغير دائما، مازال الجوز مازال ب 70 75، اللوز من 60 درهم حتى 80 درهم، الزبيب 30 درهم، التمر بين 40 درهم و 30 درهم، حتى المجهول ما تتعداش 100 120 درهم احسن ما كاين. بارك الله سي لاميم تشوز، بحال 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 العام اللي داز، بحال هذا اثمنه تبارك الله مناسبه، والجوده موجوده، والمعوض موجود، وكل شيء موجود، والخير موجود، كل شيء تبارك الله يتقدى، وكل شيء يشبع. والاقبال مازال ما كاينش شي اقبال كثير، كاين داك الشيء قليل، المنتوج تغيير، المنتوج ديال الدول الاجنبيه، الجزائر، تونس، مصر، العراق، ملي كتشوفوا المنتوج المغربي قليل بزاف، كاينه الجوده، جوده عاليه جدا، ولكن المنتوج قليل. هذا هو اللي يمكن لي نقول لكم بالنسبه لهذا الساعه. وبالنسبه للاثمنه، الاثمنه جد مناسبه، ما كاينش شي ارتفاع وما كاينش شي انخفاض، يعني في متناول الجميع. معكم بائع، واحد من البائعين ديال التمر في سوق بافتوح واندو. بالنسبه للمنتوج المحلي ولا المنتوج الخليجي كاين بكثره، والجوده كاينه. بالنسبه شفنا السنه هذه كان اقبال كبير على المنتوج المحلي عكس السنوات الماضيه اللي داز، الحمد لله المنتوج المحلي كاين موفر، فيه الجوده مزيانه، الاثمنه جد مناسبه لا في المحلي ولا في المنتوج المستورد. الاقبال مازال ما شفناش اقبال كثير، بحكم ان مازال نص شعبان هذا، مازال الرحمن الرحيم واحد 18 يوم رمضان، ونيني من هنا واحد اسبوع يكون صندوق، غيكون الزوار بزاف يجيو للسوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبه للناس اللي باغا تشري التمر فين تنصحو يشري التمر؟ هو تيبقى الاختيار لكل واحد، والاختيار من المنتوج تيبغي ياخذ. انا شخصيا تنفضل المنتوج المحلي، ماشي ان المنتوج المستورد ما مزيانش، غير المنتوج المحلي سبحان الله العظيم فيه جوده موجوده، وفيه بزاف الخصائص اللي مزيانه وصافي. اقبال هذه الساعه كيكون مزيان، كلشي كيكون بخير الحمد لله، حيت هي الوقيته ديال التمر، الناس كياكلوا التمر، كتكون الخارجيه وكتكون ديال البلاد، المهم كلشي كيكون مروج الحمد لله. اثمنه اخي التمر ديال البلاد اللي كيكون طالع شويه في الثمن، من 50 درهم حتى 100 درهم الكيلو، وخلاص كاين ديال ليبيا، ديال العراق، ديال مصر، ديال الجزائر، ديال تونس، كيكون الثمن في المتناول كي كنقولوا، الناس كتقدر تشريه. يعني ما بين العام اللي داز وهذا العام راه كاين شي فرق؟ لا لا، بحال بحال اخي، بحال بحال، الخارجيه نفس الثمن، ديال البلاد حتى هو نفس الثمن، بحال بحال. من حاله ممكن كان زعما الجدول نفس الثمن ديالو، يعني يكون يقدر يكون الثمن طايح، ويكون زايد واحد 5 دراهم ديال الجزائر ولا ديال تونس، ضروري زايد واحد شويه، ماشي بحال العام اللي فات، ولكن ماشي شي فرق كبير، فهمتيني اخي، الثمن بحال بحال تقريبا. بالنسبه للناس اللي بغاو يشدوا التمر فين يجيو؟ يجيو فاس، راه تبارك الله كلها تمر، الخير موجود الحمد لله. كازا هي البلاصه اللي كيجي ليها التمر بكثره، وحنا كناخذوا خارجيه كتجي من كازا لفاس وكتفرق على المغرب كامل. خير موجود، السلعه موجوده، والثمن ديال الوقت ان شاء
شوف اللي كاين التمر ديال الوقت. يعني نفس الثمن بحال العام اللي داك؟ بحال العام الأول بحال العام هذايا، كاين نص العام مزيانة بالثمن، كاين نص العام ويان على قد حالها بالثمن، كل حاجة بثمنها. يعني بالنسبة للسوق كتجيلو كل عام تقريبا؟ إيوا كنجيولو، إيه السوق مزيان، السوق فيه خير، المولانا كريم. الله يكمل بالخير.